عودي معكم للمتابعة. نحن وياكم ننتقل لنشوف فكرة جديدة عن فيلم جديد بصلاة السينما اللبنانية مع غيدة. I believe we have a choice in this world about how to tell sad stories. On the one hand, you can sugarcoat it. And nothing is too messed up that can't be fixed with a Peter Gabriel song. جديد بالصلاة الفيلم الدرامي The Fault in Our Stars المرتكز على البست سيلر اللي عم بيحقق نجاحات كتير كبيرة عن شخصين بيتعرفوا على بعض بظروف صعبة مع شايلين وودلي وأنسل ألغور. For a little infinity. It's a good life, Hazel Grace. Okay. Okay. Go, go, go. وفيلم الأكشن والجرائم سابوتاج عن كارتيل المخدرات مع أرنولد شوارزنيجر، سام وورثينغتون وتيرنس هاورد. إذن سابوتاج هو الفيلم اللي بتنصحكم فيه غيدة بصلاة السينما اللبنانية لليوم. نحن وياكم سؤال بيطرح نفسه دايما، ليش هالأيام عم نعاني بالسمنة أكثر من أيام زمان؟ بيقولوا إنه جدودنا وبياتنا كانوا دايما فت وعضلات ومنشطين أكثر. هذا اليوم الجواب رح نحصل عليه إن الله رد مع كارلا بخفيف نظيف. صباح الخير كارلا. صباح الخير جوزيف. حبيتي يا رب تنجينا كترانين الألمان. خاصة اليوم بالكنترول روم عندك لارين ناتالين. عندنا لارين بالكنترول. بعد في ناتالين لارين وبلال. ايه نعم. نعم. بقى كترانين. اليوم مسائبة. مسائبة. هلا قال لي أنت إذا خسرت البرازيل مع مين بتنقل؟ ايه. إذا خسرت ما عم تسمع. إذا خسرت مش عم بسمع إنه خسرت. إذا خسر مين؟ إنه إذا خسروا البرازيل ما راح يخسروا، أنت بتعرف. لا ما راح يخسروا بس إنه أنا بروح على هولندا. هولندا أوكي. يعني بدي أضطر كون مع عامر ولو لمرة بالحياة. سبين ولا مرة شجعتهم. ما سيرنا تسيرة؟ إنه أنا معقول أقلب برازيل. ثالث أوبشن. ثالث أوبشن. بدي أقول شغلة إنه اليوم في متوشي كمان راح بتصير عشية، بدنا نذكر شو هي. الساعة 7 في بورتغال وجرماني. جرماني جرماني يا خي شيلوا لي هالعوينات يا خي. هيدا جرماني اكيد الله. اليوم معاذ جرماني الله. معاذ الله انا يا خي قوم محمود. ما محمود الماني كمان الماني بامتياز. اليوم ما في شيء حرب علينا. نعم. متفقين علينا. نعم. جايبين كل الالمان مع بعض مع برازيلية اثنين انا وياك. شفت كيف؟ لا عندنا شيف. عندنا شيف فيصل قصة كلها. على كل حال نحن سؤال بيطرح نفسه مثل ما قلنا دائما بنسمع هالجملة وهي هالجملة اللي بتقول انه ليه هالايام بينصح الواحد بسرعة؟ بناكل هالقد بننصح هالقد ومن زمان كنا نشوف اكثر يعني بياتنا وجدودنا يعني عم بياكلوا اكثر وعم بياكلوا اكثر وسمنه وقورمه. انه هلا وقت تفكر قديش عم ناكل قورمه كثير قليل، قد عم ناكل سمنه، كثير اشخاص نقلوا يعني صار اغلب الاكل بنعمل بالزيت. صحيح وبكميات اقل. سالنا هالسؤال جوزيف لكمان بعض الاشخاص لنشوف شو رايهم، نرجع بعطيك رايي. لعاني من مشاكل سمنة لأنه ما في أكل يعني غذاء منيح مثل قبل، إنه العدس والبقوليات وهو الأكل. بفتكر من الفاست فود كثرة الأشغال، وبس يكون الواحد مشغول بشغله بصير مضطر إنه يجيب فاست فود. حتى أكل البيت أوقات هالأكل الدسم كثير كمان. حتى طريقة الأكل صارت منا صحية، ما بطلنا نقعد على الطاولة وناكل، صرنا ناكل على الواقف وهيك. هذا الزيت لانه ما بينتبه على حاله، بياكل فات فود وبياكل ما بياكل بالبيت من طبخ اهله، لانه في صار في كورتينات بقلب الاكل، صار عم بكبروا الاشياء مثلا، بحطوا قلبها اشياء كيميكلز مش منيحه للجسم اللي احنا عم نتحمل هالشيء يعني، فعم ننصح اكثر. ما في بروجرام لا للاكل لا للرياضه ولا للشيء. بياكل كثير لانه
بوسه وشوكولا واكل مره جانك فود يعني. والاهل انه بيعتمدوا انه بلا ما نطبخ يلا بطلب له دليفري، بيتعود انه على بحب يصير يحب الاكل الخالص اكثر، انه اذا ظهر يا بدك تاكلي بوزه، يا بدك تاكلي حلو، يا بدك تاكلي بشي مطعم، ما فيك تظهري ما تاكلي، يعني على طول شغال. اكيد انه لازم ننصح مثلا عم ناكل، شو عم نعمل يعني؟ كل شيء بنعمله عم ناكل. ايه عشوائي اكيد بدها تنصح، كل شوي الواحد بده ياكل ايه بينصح، بس اذا على تنظيم منظم اكل لا ما بتنصح. بالاخص نهار العطله فبنقعد وبنصير ناكل، ما في عنا شيء بقى نفكر فيه الا قعد واكل وشرب، هيدا اياه. اكل كل حياتنا قائمه على اكل، وانشطه بنعملها اعتر مش صحيه يعني. يعني سمعنا الاغلب عم بيقول انه ما في نظام، ما في خطه محطوطه للاكل، في جانك فود. طب من زمان ما كانوا يطلعوا على امور حتى، يعني بنرجع بنحكي نفس الحديث انه كمان ما كان في نظام، كان ناكل ما لذة. لا لا جوزيف، كان في نظام. هلا اذا بتطلع على اصل المشكله، هي مشكله من جزئين، ووصل الحقيقه تغير او شفت له من ناحيتين، هذا بنسميه نحن التغير الاجتماعي اللي صار اولا ب طبيعة عملنا، والثانية بطبيعة غذائنا. هلأ بطبيعة عملنا بتلاقي هلأ يلي كان مثلا 60 أو 70% من الأشخاص يشتغلوا بالأرض، أو الأشغال كانت أكثر يدوية، تحولت عالي. صح، تحولت لا مكاتب، يعني صار بتلاقي صف مكاتب الناس قاعدة على طاولات وعم تشتغل على الكمبيوتر، بمقابل كان عندك صف أرض بالتفكير ما بيضعف، عم نفلح، ما بيحرق. يا ريت كنا كلنا هيك. في كتار بيقولوا إنه إذا عتلين هم أو زعلان يعني بالفكر تحرق طاقة، بس مش قد ما جسدك بيحرق، لأن هون أنت دماغك كتير صغير. نعم. ما بيستعمل. أنا سوري كبير. ما بيستعمل ما بيستعمل طاقة كتيرة، بينما العضلات جسدك بتستعمل طاقة كتيرة. يعني أنت من زمان، من أيام جدودنا، كان عندك 8 ساعات بالنهار، هدول ورك أوت بحد نفسهم. صح. يعني أنت عم تعمل كارديو فاسكولر ترينينج وويت ترينينج ومسل بامبينج كله، بس بمجرد أنه أنت عم تشتغل. طيب النوم بكير ما كان بحاجة كان أنه صحيح. تعمل رياضة زيادة، لأنه انت بعملك كلها عم تحرق فيها طاقه. النوم بكير كمان بيأثر، لانه انت منك بقى سهران وعم بدك تقضي وقتك او تسلي حالك بالاكل. غير هيدا انه الواحد اذا بينام، اذا سهران وما بياكل، او بينام وما عم بياكل، بس حتى النوم بأول ميتابوليزم. لا بدك تفكر انت انه النوم عندك شيء 6 أو 8 ساعات لازم تنامهم بالنهار، لحتى على مدار ال 24 ساعة لحتى انت تريح جسمك. هلا وقت ما تنام هالست او ثمان ساعات، اللي بيصير انه جسدك المرهق بحاجة لطاقة لحتى يكون عم يشتغل بطريقة مضبوطة، اللي بيصير انه بتصير تفتش عن هالطاقة عن طريق الأكل، بدل ما هي الطاقة هاي لازم تجي لأنه لازم تريح جسمك. بقى هيدا اول شفت او اول تغير نحن لسوء الحظ علقنا فيه وعلقانين فيه، لانه انت اذا بدك تعمل سبور جوزيف بعد وقت الشغل عم بيكون على حساب مثلا عائلتك، على حساب الوقت اللي عم تقضيه مع اولادك، على حساب ظهراتك مع اصحابك، بقى هيدا صار انت عم تعمل جهد اضافي لتلاقي ساعه، تسرق ساعه من النهار لحتى انت تعمل فيها رياضه، معظم الاوقات مش عم نعملها. نعم. التغير الثاني هو مثل ما سمعنا كمان كثير بالريبورتاج، هو نوع الاكل، من ناحيه انه نحن ما بقى عم ناكل الاكل التراديشنال او اكل اطباقنا التقليديه، يعني ما بقى عم ناكل مجدره كل يوم، ما بقى عم ناكل الزويخنه كل يوم، كثير من الاوقات عم نستقرب وعم نطلب اطباق جاهزه، ان كان فاست فود من برجر وبيتزا وغير. بس الزويخنه كلها فيها رز تقريبا. ما هي نحن ما هو بالمطلق ما في مشكله انه تاكل رز، ما في مشكله انه تاكل خبز او بطاطا او اي نوع من اطباق الفاصوليا او العدس، هي المشكله اكثر بالاطباق السريعه او الفاست فود اللي هو ما في بقلبه مثل الياف بين هلالين اللي رح تشبعك، يعني لا. انت هامبرجر صغير يمكن ما تشبع، ومعظم الشباب ما بيشبعوا، بدهم 2 أو 3 مع فرايز مع مشروب غازي في سكر. نعم. وهل كمية من الطاقة؟ نعم. قد ما أكلت يخني
ما رح أورز، ما رح توصل له، لأنه أنت بتاكل الرز والملوخية أو الرز والفاصوليا وبتشبع، وبالتالي لو عم تاكل رز لو في شوية زيت أو سمنة ما رح يكون قد الطاقة اللي هي جاية من البرجر اللي فيه دهنة أكتر ومقلي وما عم بيشبعك، يعني عم ترجع بتجوع بعد فترة. نعم، أنا قريت كتاب عن البطاطا اللي هو يعني من 500 سنة وشوي اكتشفوه بفرنسا، وكان أكل للخنازير مش للعالم، وبيقولوا لك بكل هالكتاب هيدا في كل المأكولات اللي بتاكليها حاسفين منها شيء اسمه بطاطا. انه البطاطا مضره للجسم، بطاطا كثير بتنصح، البطاطا ما بتعمل تعديل بالاكل. هيدا ما بعرف اذا اكيد يمكن معلومه هلا عم بعطيك اياها شيء مش سامعه فيه قبل، ولكن هالكتاب رح اقول لك عنه لتقريه وتجاوبينا على طريقتك عن البطاطا. هلا بس اقول جوزيف، هلا في كثير من المقولات عم تطلع، في كثير من بدنا نقول الثيوريز اللي بتطلع نظريات معينه لشخص بيكون بفكر فيها، بس وقتا نحن بدنا ناخذ شيء مثل انه انا البطاطا ما لازم اكلها لانه الى اخره لسبب من الاسباب، بده يكون وراها مدعوم بسلسله كبيره من الكربوهيدرات، لا من الابحاث اللي بتقلي ليش وكيف اسمه جومانج دونك جو ميغري. هذا الكتاب هيدا جومانج دونك جو ميغري بعرفه للكتاب. كثير من الامور اللي كاتب عنها ما فيها بحث ابحاث علميه يعني بتسند هالمقولات او هالخبريات. اللي بيصير انه وقت تطلع عنا نظريه معينه بدي انا بجربها درسها على مجموعه معينه من الاشخاص، بدي اتابع مجموعه من الاشخاص لفتره زمنيه معينه لشوف هل هالنظريه مضبوط صحيحه او لا. هلا جوزيف عنا دراسات عم تنعمل على 100,000 شخص، 200,000 شخص، 500,000 شخص عم بيتابعون على عشرات وعشرات السنين وعم بيبين معهم ايه او لا. هلا هل البطاطا او الرز او هالامور بعد ما قالوا لنا بعد يمكن بيطلع لنا شيء بقلنا انه ما تاكلوا بطاطا، بس بالوضع الحالي هلا المطلق كله انه انا مجموع اكله على مجموع صرفه هو اللي اكثر شيء عم بيحدد لي انا قديش عم بنصح او لا. طبعا في جينات معينه، في اشخاص قليل جيناتهم بتخليهم انه يحرقوا طاقه كثير مشان هيك بياكلوا اكثر منك ومني وما بيزيد وزنهم، بس طبعا هول الاقليات مش الاكثريات. هلا مش الاكثريه، هلا يلي نحن صرنا نعرفه جوزيف انه كل شيء فات دايت يعني رجيم عشوائي ما رح ينفع للمدى الطويل، يعني انا اوكي بوقف بطاطا ما بعود باكل ماشي الحال، بس هل يا ترى بس اذا ما عدت اكلت بطاطا رح اضعف؟ لا، لانه كمان لازم انتبه قد عم باكل رز، قد عم باكل خبز، قد عم باكل لحوم. بالمطلق هي كلها عمليه متعادلة كلها سوا، عملية كيميائية فيها هالمواد كلها مجموعة مع بعضها، منه شغلة واحدة أنا بكلها أو لا هي رح تأثر على أكلي. وأهم شيء أنه جوزيف نحن قعدنا 15 سنة بالمدرسة، تخرجنا بكالوريا، رجعنا فتنا 5-6 سنين تانيين بالجامعة لحتى تعلمنا وصرنا مثقفين. ما بيقدر الواحد من ليلة لضحاها يصير شخص يغير بعاداته الغذائية وينتقل يصير هو عم بياكل بطريقة صحية وعم بيتحرك، مشان هيك بدأ عملية تدريب. يعني كل أنا اللي عم بقوله هلأ بس لنوصل أنه ممكن أنه الإنسان يغير بعاداته الغذائية، ممكن أنه يرجع إنسان يأكل. وجوزيف بن هلالين أحسن مثل لهالشي، لأنه صارت هي يعني أنت عم تأكل هلسي، أنت وقتها تقطع الطريق بتطلع شمال يمين، صحيح. نفس الشيء أنت وقتها تأكل مثل ما أنا بيقولوا لي طب أنت كيف بتعرفي بتقرري أنه ما تأكلي هاي أو هاي؟ صارت عادة، شبه عادة أنه أنا كيف فرش اسنان الصبح، كيف مشط شعراتي، هالقد باكل هالنوعيه، هالقد باكل هالنوعيه، وهالقد بعمل جهد انه اتحرك، وهالقد بسمح لحالي انه اكون بلا حركه. وقت ما اكون عم بتحرك بحس حالي مزعوجه تعبانه مريضه، بعكس وقت الواحد يقول لا ما قلي جلاده. بتعرفي والرياضه بانتظام بتخلي الانسان يكون مرتاح اكثر بقصه، صحيح. الاكل يعني هيدي شغله كثير مهمه انا اكتشفتها، انه وقت يوقف الرياضه الواحد ولو شهرين بده يزيد لو اكل بكميه، مزبوط قليلة. حتى لو اكل بكميه قليله بقى. هيدا نحن بدنا نحكي بصوره عم انه طولوا بالكم، تعلموا شوي ولا شوي على تغيير. طيب عم حشوفه بالصين كلهم ضعاف ما بياكلوا الا رز، اكثر شيء في رز بالاكل. وبدي اقول لكم شغله كمان، معلومه كان معي ضيفي يوم السبت،
الطلاب اللي عندهم امتحانات رسميه يا ريت كنكم عم تسمعوني، خلي يشربوا كوبايه او كوبايتين مي على الريق قبل ما يروحوا على الامتحان، لانه عملوا على الاف من الاشخاص، نصهم شربوا مي نصهم لا، تبين انه اللي شربوا مي عملوا افضل ونتائجهم كانت احسن. اهم شيء يروحوا كلين شيء ما يروحوا بالاكل. أكيد اليوم أكيد. اخر نهار بروفي صحيح. ليكونوا عملوا جود لك للجميع. بريك قصير بعدها بنعود للمتابعه، خليكم معنا.